طيب نوخين بناء او درسنا في المحاضره السابقه اللي هم البروبرتيز تاع الريليشنز. هلا بدنا ندرس بدنا ناخذ اللي هو الاكويفالنس ريليشنز. ها اكويفالنس ريليشنز في شو يعني اكويفالنس؟ يعني نقارن شيء في شيء. ها بدنا نقارن شيء في شيء عشان ندرس هاي المقارنه عشان نفهم. بدنا ناخذ شيء اسمه بارتيشنز on sets. بعدين ناخذ الكويفالنس كلاس، بعدين ناخذ الكويفالنس ريليشن. بنصير قادرين ان نثبت انه مثلا تو نمبرز ار ذا سيم، علاقه التساوي بين النمبرز، او علاقه التساوي بين تو سيركتس، او علاقه التساوي بين تو ويرز، او علاقه التساوي بين اللي بدنا اياه. في نهايه هذه المحاضره بنكون قادرين ان نفهم هذا. واضح؟ طيب نجي اول شيء ناخذ قلنا البارتيشنز. في البارتيشنز لو عندي مجموعه وبدي اقسمها كيف اقسمها؟ هلا انا عندي مجموعه، طلعوا هون كلهم، عندي مجموعه، عندي مجموعه، هاي مجموعه وفي بقلبها عناصر. كيف طرق التقسيم اللي ممكن انا اقسمها؟ على اي اساس؟ في بقدر اعمل هيك وهيك، صح؟ صح. هاي مجموعه وهاي مجموعه، صح؟ بس احنا مش عنا هاي البارتيشننج اللي بنحكي، هاي مش بارتيشننج. البارتيشننج اللي بخليها ايش؟ زي ايش؟ زي ما نقسم كالي بالكي. كيف؟ نيجي بنقول اها هاي هيك لحال، هاي هيك لحال، هاي هيك لحال. طيب فبالتالي هذا انتم تذكروه منيح، يعني عندنا مثلا مجموعه او كالب كيكي وبدي اقسمها، تقسيمها بده يحقق شرط او شرطين. اول شرط اتحاد، شو ماله؟ بيساوي ايش؟ المجموعه الكليه. والشرط الثاني تقاطع اي اثنين منهم، اي اثنين هاي اي اثنين منهم فاي. هذا اذا بتسمع المصطلح جامع مانع. ايوه شو يعني جامع مانع؟ جامع لما بنقول انه الاشي جامع انه اجزاؤه بتشكل الكل، ومانع انه في شيء انترسكشن بين جزئين. واضح؟ هذا اول مفهوم البارتيشنز على السيتس. طيب هلا بدنا ناخذ شيء انه العلاقات بين عنصرين هون في بارتيشن معين، في شيء بنسميه بارتيشن انديوس باي سوري ريليشن انديوس باي بارتيشن. هي ريليشن بين تو اليمنتس ان ذا سيم بارتيشن. ليه؟ العلاقة بين عنصرين في نفس الجزء. علاقة بين عنصرين بنفس الجزء. طيب هاي العلاقة طلعوا كيف هاي العلاقة شو طبيعتها؟ Given a partition of a set A, the relation induced by the partition R is defined on A as follows. X R Y يعني في علاقة هون بين هاي وهاي. If and only if there is a subset. A subset is I sorry A I يعني partition معين of the partition such that X and Y are in the same partition. صح؟ Are in the same. هاي بنقول هاي العلاقة، أي علاقة هون بنقول induced by بارتيشن. طيب هلا لو عندي لكلكم شو العلاقات هاي مرات طبيعية. لو عندي مجموعة وقسمتها لثلاث مجموعات قسمتها ليه؟ قسم ثلاثة بارتيشن. Find the relation R induced by this partition. إذا في علاقة مثلا نقول صفر ار
ثلاثة صفر آر الأربعة ثلاثة آر صفر ثلاث ثلاث آر الأربعة وأربعة آر الأربعة آر صفر الأربعة آر ثلاث صح؟ زي هون نكمل ليه؟ مش ملاحظين؟ هاي العلاقة ريليشن بين ريليشن معين بين ايش؟ عناصر النفس المجموعة ليه؟ طيب وبكمل والواحد وبكمل اثنين إذا العلاقة R كل الأشياء هي هني مجموعة كلها نعم R اللي هو اتحاد كله صح؟ هلا خليني ارجع هلا لاحظوا هذا الكلام احنا جابوش حالكم هلا او تسالوش حالكم ليش قاعدين ندرس هلا بورجيكم ليش بس انه شو اللي قاعدين ندرس فيه احنا؟ انه لما انه بس البارتي انه في علاقه دائما بنقول في علاقه بين ارجع بس انه في علاقه بين هذول الثلاثه هاي العلاقه هلا هل هي ترانزيتيف؟ مفهوم طبعا ترانزيت طبعا هل هي ريفلكسي؟ وهل هي سيمتري؟ ثلاث يعني العلاقه الانديوس باي بارتيشن شو مالها؟ ريفلكسي سيمتري وترانزيت فلت A be a set with a partition and let R be the relation induced by the partition then R is reflexive, symmetric or transitive هلا الإكويفالنس اللي ناخذ هسه شيء هي شيء هو علاقة إكويفالنس يعني علاقة التكافؤ علاقة التكافؤ يعني مستحيل نقول علاقة إكويفالنس بين شغلتين الا هاي العلاقه تكون مالها ريفلكسيف سيمتري وترانزيت صح وهاي العلاقه بتكون انديوس باي ذا بارتيشن يعني انا بدي اعطيكم انت هاي العلاقه شو هي خلينا ناخذ علاقات فيها ايكواليتي تعرفوا غير اللي يساوي تكافؤ ايش علي صار تكافؤ طيب شو هي العلاقه بين ايش وايش هاي العلاقه بين ارقام هاي ها هاي بين 6 طيب في علاقات اخرى ها لو انا بدي اعرف علاقه اسميها اي اي انا بدي اعرف علاقه محمد علاقه اسمها اي بين سترينجز سترينجز بالعربي انه مثلا احمد اي احمد يعني بكيم ايش الهمزه وبكيم التشكيلات بكيم بغض النظر هل هاي العلاقه في علاقه كوفيلنس صح هل هي سيمتريك؟ سيمتريك؟ لا ليه؟ مالكم؟ شو قلت انا؟ يوم طوالي واحد قال كلكم في اشياء في اشياء ناقصه لما انا قلت بدي اعرف علاقه خلاص بدي اعرف علاقه بين تو سترينجز لا شو بساوي؟ انه بغض النظر انه في تشكيله ولا في شيء في همزات ولا في شيء هم ايه بينهم ايه صح؟ صح هل هاي العلاقة سيمتري؟ إذا سترينج إي سترينج هذا بالضرورة بالعكس صحيح صح؟ ريفلكسيف
ترانزيتيف معناته هاي اللي بنسميهم على هي علاقه التساوي علاقه وين مش تساوي تكافؤ غلط نقول تساوي هي علاقه التكافؤ معقول ف ناخذ قلنا مثال هون let x be the set of all non empty subsets of 1 2 3 عندنا هاي x بغض النظر عندنا هاي x define a relation r on x as follows في عندي a و b موجودات وين في x يعني a و b مالهم عبارة عن sets مظبوط طيب نقول A R B وين ده؟ عرفت أنا عرفت هون علاقة التكافؤ وين ده؟ the least مش أصغر هاي least element of A يمكن equals the least element of B يعني أقل أو أدنى رقم يعني أنا عندي مجموعتين بعتبرهم متساويات إذا أقل عنصر هون إيك وأقل عنصر هون ها؟ يعني المجموعة هون يعني أقل مجموعة فيها عنصر واحد هون لا أنا عندي مجموعة فيها عناصر أقل عنصر في هاي المجموعة بغض النظر كديش فيها عناصر أقل أصغر وهاي أقل عنصر فيها إذا بكونوا متساويين بسميها بسميها بكون في علاقه بين هاي يعني ملاحظين هل هاي كوفيلانس في عندي A ممكن فيها واحد واثنين B فيها واحد وثلاث وواحد واثنين لا ماشي هل A R B ليه؟ لأنه أقل عنصر بـ A وأقل عنصر في B طيب هاي العلاقة أنا بسأل هل هي equivalence relation؟ إذا أنا سألتك هذا السؤال شو لازم تسأل نفسك؟ هل هي تنطبق عليها ثلاث شروط؟ ريفلكسيف وسيمتريك وترانزيتيف اذا تنطبق عليها بتكون كوفيلانس ريليشن هل هي ريفلكسيف هل هي سيمتريك هل هي ترانزيتيف بالضروره معناته هي كوفيلانس نيجي ل اوكي هاي نيجي ل تو سيتس انا بقول اذا كان الانبوت والاوتبوت تيبلز لاي سيركت نفسها معناته بيكون في علاقة سميناها E بين two circuits هل هاي العلاقة covalence relation؟ ليه؟ انت معروف انت هي اصلا تكون لا انت اصلا معروف انت covalence يعني تكون يعني ضمنيا لا 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 بغض النظر انا لسه مش معرف انا بسألك بقول save input to output tables إذا يعني بيكون هاي العلاقة ركز معي يا مالك هاي وهاي في بينهم علاقة إيه إذا الانبوت والاوتبوت تيبل تبع إيه سيم انبوت واوتبوت تيبل تبع سي 1 من سي 2 هل هي كوفيلنس ريليشن؟ ليه؟ ها أول شيء إذا كانت نفسها معناته سيم انبوت واوتبوت إذا كان اثنين اي واحد ولا واحد اي اثنين نفس الاشي صح؟ طب إذا كان في عندنا سي ثلاث ترانزيتيف برضه بيطلع نفس الاشي فهي كوفيلانس ريليشن طيب إذا عندي هون علاقة اسمها إذا أول ثمان كاركترز في سترينج معين دي سيم يعني كتبت أنا اسم واحد لا ركز معي اذا كنت كتبت مثلا A D
بعرفش. اول ثمان كاركترز باخذهم ايكوالز اول ثمانية في السترينج الثاني. ايكوال اول ثمانية في السترينج الثاني بعتبرهم مالهم في ريليشن في بينهم علاقه اسمها ار. هل هاي الكوفرنس ريليشن ليه؟ لانها ترانزيتيف وريفلكسيف سيمتريك صح؟ طيب اذا في حدا براسه مثال كمان جبنا. طيب هلا اخذنا لحد الان شو الكوفالنس ريليشن، نعرف الكوفالنس كلاس. هلا اخر شيء بالماده كلها ان نعرف الكوفالنس كلاس. شو يعني الكوفالنس كلاس؟ اقول لكم باختصار شو هو. هي العناصر اللي بينها كوفالنس ريليشن، ها تعمل كوفالنس كلاس. شو لا 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 هذيك ريليشن، هاي هاي يعني إليمنتس A is a set. يعني لو عندنا مجموعة كل الأسماء، هاي أحمد وهاي أحمد وهاي أحمد وهرمجر زي أحمد طيب غلط يعني؟ ممنوع من الصار؟ لا لا سجل بدل أحمد. هلا طبعا احمد لو انا جيت كل اسماء افترضوا تعرفوا كيف يعني بالتوجيه مثلا كل اسماء الناس موجوده بتهجي الاثر. هلا انا جيت اعمل كوليت اعمل لي بارتيشنز، كسر لي الاسماء لاقسام. الاقسام هاي بشرط ايش تكون؟ لما عملت البارتيشن انه كل عملت كوفالنت كلاسز، كل الاسماء اللي يعني اول شيء سوري عملت كوفالنس ريليشن. عملت كوفالنس ريليشن شو هي الكوفالنس ريليشن؟ انه اي تو سترينجز بيكونوا متكافئات اذا كانوا الحروف تبعتهم هي نفسها بغض النظر عن التشكيلات والهمزات. ليه؟ بغض النظر هذول عرفتهم ايش؟ عندك هون بيكون نفسه. هاي صارت كوفالنس ريليشن بين سترينجز مزبوط؟ هلا اذا عملت كرت ار كمان انا عندي هذول سترينجز مالهم في بينهم كوفالنس ريليشن، وهذول في بينهم كوفالنس ريليشن، وهذول في بينهم كوفالنس ريليشن، وهذول في بينهم كوفالنس ريليشن. شو يعني؟ جبت كل الاسماء وقسمتها على كوفالنس ريليشن اللي بيطلع عندي. هلا هاي في بينهم كوفالنس ريليشن صح؟ اه هلا هاي اللي طلعت عندي هون باخذها لحالها، هاي بنسميها كوفالنس كلاس، وهاي كوفالنس كلاس، وهاي كوفالنس كلاس. ليش؟ شو يعني؟ لأن الريليشن كلاس خدته جابها ولا مش جابها كلاس يعني ست ست الكلاس هي ست مجموعة متكافئة، يعني كل عناصرها متكافئة مش شرط متساوية. انتبهوا مش متساوية، متكافئة متكافئة بناء على العلاقة أنا بقدم عليها. معايا محمد؟ متكافئة بناء على العلاقة أنا كنت معرفها. فنقرأ التعليق شو بقول. Suppose A is a set and R is an equivalence relation. في عندنا equivalence relation موجودة على زي هاي العلاقة. For each element A, for each element, لكل element في A, the equivalence class of A, the equivalence class تبعته نكتبها إيش بالطريقة هاي، يعني زي ما أكتب هون the equivalence class. زي شغيل لا أحمد مثلا أي بختار على فكرة أي واحد منهم
called the class أو مرات نقولها the class of أحمد for short is the set of all elements x in A such that x is related to A by R. يعني أحمد هون كوفالنس كلاس شو يساوي؟ يساوي مجموعة في تربع عناصر من A such that اللي هم أحمد إنه أحمد سوري أو يعني أحمد R كذا. فهمت علي؟ يعني هون الإيكوفالنس كلاس وممكن هون الإيكوفالنس كلاس لأحمد شو هو؟ مجموعة فيها ايش؟ أحمد فيها أحمد نفسه فيها كمان أحمد وفيها أحمد صح؟ طيب خذوا مثال آخر لو عندي أنا العناصر الريال نمبرز كل الريال نمبرز ها؟ عندي طلب عندي رقم مكتوب عليه هو مكتوب فيه هون 1 على 2 وهاي 2 على 4 و2 على 4 و50 على 100 اي ايش مسوي و و و و و و و وعملت كل وقسمتهم بناء على علاقه انا عملتها يعني عندي كل الارقام قسمت بناء على علاقة ايش هي العلاقة؟ بيسوي انه الفاليو تبعت الناس ايوه بصير عندي شو الكوفالنس كلاس تبع الكوفالنس كلاس تبع مثلا 2 على 3 على 4 سوري على 4 هي مجموعة في بكلبها ايش؟ عناصر مثلا نص 0.5 2 على 4 نفسها كمان 50 على 100 طبعا اذا هاي الكم هاي محدوده خلص بكتبين كله اذا مش محدوده بدي احط الترقم شفتوا على شو كوفالنس كلاس على فكره وحطيت هون 2 على 4 ولا حطيت نص 50 على 100 نفس الشيء شفتوا شو كوفالنس كلاس اول شيء شو هو الإيكوفالنس ريليشن؟ هي علاقة على A على سيت بتكون ترانزيتيف وسيمتري وريفلكسيف صح؟ صحيح شو الإيكوفالنس كلاس؟ مجموعة من العناصر جمعت الإيكوفالنس كلاس مجموعة من العناصر بينهم إيكوفالنس ريليشن بالضبط صح كلام سليم هاي عندنا مثال ثواني خمس دقيقة هاي مثال في عنا هاي المثال ها بدي احط لكم هاي رسمته على السريع صورة صغيرة بجوز 0 و4 و3 و1 و2 هاي واضح انه في علاقة هون وفي علاقة هون وفي علاقة هيك وهيك وهاي كمان نفس الشيء ها؟ الاثنين مع نفسها. Find the distinct equivalent classes. شو هم ال distinct equivalent classes؟ الصفر طبعا الصفر أول أربعة يعني هي نفسها صح؟ والثلاث أول واحد واثنين مظبوط؟ يعني ال equivalent class للصفر شو بيساوي؟ صفر وأربعة والإيكوفالنس كلاس الواحد وعلى ثلاث وعلى اثنين اثنين وعلى ثلاث وعلى ثلاث صح؟ آه لا صح وعلى أربعة صفر وعلى أخذت الصفر لحاله ليش؟ لا لا هاي مش مهم شو تحط أي عنصر من هذول ما حطيت أربعة هو ما هو نبه هو إيكوفالنس كلاس واضح؟ طيب هاي الإيكوفالنس كلاس للصفر شو بيساوي يا فايز؟ الإيكوفالنس كلاس الأربعة والإيكوفالنس كلاس الواحد بيساوي الإيكوفالنس كلاس ده ثلاث. طيب خلينا ناخذ بس هذول اللي ماز. Suppose A is a set.
ركزوا الكل معي. الله يخليك. is equivalence relation in. بنقول A and B are elements of A. If A are B, the equivalence class لA بيساوي الإكوفالنس كلاس لبي، صح؟ المجموعة اللي فيها العناصر اللي بتساوي A بتساوي المجموعة اللي فيها العناصر اللي بتساوي B. ليه؟ واضح؟ واضح. طيب هاي الشيء بيقول إنه الإكوفالنس كلاس لA وB يا بيكونوا تقاطعهم صفر يا بيكونوا ايكوال، مظبوطة؟ صح؟ مظبوطة؟ يا ايكوال تتذكر الرسم اللي رسمته قبل شوي هون، ها؟ الرسم اللي رسمته هون كنا نحطه كل السترينجز اللي في الدنيا ها؟ والاسماء كنا نحطه احمد واحمد واحمد مظبوط؟ طلع شو بتقول؟ الكوفالنس كلاس لاحمد بيساوي الكوفالنس كلاس لاي واحد ثاني هون في كل المجموعه معلم هون او تقاطعهم صفر او بتقاطعش معه عارفين ليش؟ لانه اذا لو انه اجى بنفس المجموعه بيجي هون لو اجى خارج المجموعه بيجي في التقاطع بيساوي صفر لانها بارتيشن صح مزبوط؟ طيب وهي عشان كلكم انه اي وحده من اللي بتاخذوه اي عنصر في الكوفالنس كلاس بيكون ريبريزنتيف للكلاس بيكون لو اخذنا احمد ولا احمد نفس الشيء ماشي طيب على اي حال كان في هون مثالين تقراوهم في البيت هم مثالين سهلين ما فيش شيء